البنات اللي طلبوا مني وصفة لإبراز المناطق الأنثوية، الوصفة اللي كتكبر الصدر وكتقاد يعني لك العطاي ديالك، كتكبر المؤخرة والسيقان والأرداف. اليوم جبت لكم الحل السريع اللي غادي يهنيكم من مشكل العضلة النائمة اللي صراحة يعانيوا منها بزاف ديال البنات. هاد الوصفة يعني كتحارب العضلة النائمة، كتكبر الصدر، سيقان، مؤخرة، وبسرعة، يعني في أسبوع مجربة 100%. هاد الوصفة غادي تخليك أنك تستغني على القويلبات، تستغني على السيروات، تستغني على أي حاجة، خصوصا وأن هاد الوصفة هذه وصفة يعني غير بالتدليك فقط، غادي تستعمليها قبل النوم، كتعطي نتائج سريعة البنات، وصراحة غادي تبهركم النتيجة ديالها. اللي عندها الخفصة معليك أختي غير بهاد الوصفة هذه، واللي غتسولني أشنا هي الخفصة، هي دوك الجناب ديال المؤخرة اللي كيكونوا داخلين، يعني ما كتكونش لاطاي ديالك كتبان بحال الحوطة، كيبان عندك يعني الديفو في الجناب ديال المؤخرة ديالك. هاد الوصفة غادي تجربوها مدة أسبوع، كتبان لك النتيجة، كيبان لك يعني لاطاي ديالك بدات كتقاد، واللي عندها الصدر نازل ولاصق يعني بزاف غديري هاد الوصفة هذه، راه الصدر ديالك يعني تيكبر لك، كتبقاي تستعمليها حتى كتوصلي لذاك الحجم اللي انت بغيتي. أهم حاجة تبعوا النصائح اللي غنعطيكم في هاد الفيديو، وتبعوا معايا المكونات، قيدوا ديروا ورقة وستيلو، مكونات ساهلين وبساطين. يلا غندعو على بركة الله. غير قبل احبابي نتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم الفيديو، عافاكم، خلي واحد لايك، خط واحد لايك، وخليو شي تعليق كيف جاتكم الوصفه، ولو بغيتو تسولوني شي حاجه مرحبا خليوها في التعليقات. كذلك غادي نبداو الوصفه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون اللي هو الحلبه. الحلبه غنيه بزاف ديال الفيتامينات، والحلبه يعني عندها بزاف ديال الفوائد، هي اللي غتحل لكم المشكل ديال العضله النائمه بالخصوص، وحتى يعني السيقان اللي كيكونوا رقاقين، كيكونوا بحال العود، يعني كيكونوا رقاق بزاف. المشكل ديال الصدر، المشكل ديال المؤخره اللي كتكون ماشي مؤخره يعني باينه. مهم بزاف البنات اللي كيعانيو من هذا المشكل، وحتى حاجه يعني ما كيلبسوها وما كتجيش معاهم. مهم غادي نحتاجوا للحلبه كيف ما كتشوفوا معايا. الحلبه كيف ما قلت لكم غنيه بزاف ديال الفوائد اللي مزيانه بزاف. الحلبه عندي مطحونه كيف ما كتشوفوا معايا، هي هذه مطحونه يعني على شكل بودره، يعني كتكون مطحونه مزيان. المهم كتاخذوا الحلبه و يعني كتطحنوها وكتغربلوها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. خاصها يعني تكون هكا، يعني تكون مطحونه على شكل بودره. صافي يعني بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. فبالنسبه للحلبه يعني كتحتوي على قيمه غذائيه عاليه، خصوصا الا كنتو يعني كتناولوها، راه زوينه بزاف الحلبه، وحتى في هذه الوصفه هذه كتعطي نتائج سريعه المفعول. بالنسبه للفوائد اللي كتحتوي عليها الحلبه، كتحتوي على الفيتامينات، المعادن بحال الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، والزنك، فيتامين جيم، فيتامين بي الف، فيتامين بي جوج، بي 3، بي 7، والفولات والكولين، يعني كتحتوي على بزاف ديال الفوائد اللي مزيانه بزاف، وكتحتوي حتى على الحديد، يعني زوينه بزاف. هنا عندي ثاني مكون هو الكتيره. بزاف منكم اللي يعني كيعرفوا الكتيره، وبالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه الكتيره كتباع عند العطار، يعني هذا هو الاسم ديالها الكتيره. بالنسبه للكتيره حتى هي خصنا يعني تكون مطحونه، راه كتباع عند العطار البنات، كتباع مطحونه. انتم كي كتشوفوا معايا هي هذه، انا عندي مطحونه، يعني ممكن تشريوها مطحونه، ممكن تاخذوها تدقدقوها مزيان في المهراز، ومن بعد ما تدقدقوها ديروها في الطحانه، يعني طحنوها، يعني خاصكم تدقوها واحد شويه عاد باش تطحنوها. كيف ما كتشوفوا معايا حتى هي عندي بودرة، يعني بحالها بحال الحلبه، يعني خاصها تكون مطحونه مزيان. انا هنا كنشرح لكم غير باش تفهموا معايا يعني الطريقه مزيان، وتحضروا الوصفه وترجعوا تشكروني عليها، هذا هو اهم حاجه، لان الوصفه مجربه يعني مني شخصيا، غادي نبارطاجيها معاكم. المهم هذا هو الشكل ديالها، وكيف ما قلت لكم كتباع عند العشاب، كتباع عند العطار، يعني ممكن تاخذوها بودره، كتباع عنده بودره، كتباع عاوتاني
هكا يعني كيف ما كتشوفوا معايا. المهم هذا هو الشكل ديالها. الكتيره راه مزيانه بزاف، وخصوصا يعني مع الحليب اللي بغات ديرها مع الحليب كديروها ماشي مطحونه، كديروها عاديه، كديروها مع الحليب زوينه بزاف يعني قبل الفطور. بزاف البنات يعني عارفه انها مزيانه للزياده في الوزن، هذه الزياده في الوزن. اما بالنسبه لابراز المناطق الانثويه راه كيف ما قلت لكم، يعني الا كنتي انت لاطاي ديالك مزيانه ولكن صدرك ما خاوي، بغيتي الصدر ديالك يتنفخ ويولي الصدر يعني ممتلئ، وبغيتي الفورمه ديالك تقاديها، راه غديري هذه الوصفه يعني غدهني بها اي منطقه. تتاخذوا واحد الكاسرونه وكتاخذوا معلقه كبيره ديال البودره ديال الحلبه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا الكميه اللي بغيتوا، انا غنوريكم هنايا الطريقه. من بعد غناخذوا الكتيره حتى هي غنديروا منها نفس الكميه، يعني نفس الكميه اللي غديريها ديال الحلبه هي نفسها غديريها ديال الكتيره. وهاد الزيت البنات اولا هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم وصفه يعني اي وحده ديرها، يعني ما تردوش في انكم تجربوها، لان وصفه راه غادي تخلي انك يعني تستغني كيف ما قلت لكم على الكريمات يعني اللي كتبع ديال الافارقه، تستغني على القويلبات، تستغني على اي حاجه ممكن تجربيها وتقدر ما تعطيكش كاع النتيجه. هاد الوصفه كتعطي نتيجه سريعه. بالنسبه لهاد المكونات كتضيفوا عليهم الزيت. بالنسبه للزيت انا هنا غنوريكم غير الطريقه، ولكن نتوما يعني هاد المكونات هادو غديروا معاهم كاس صغير ديال الزيت، كاس صغير ديال الزيت ماشي كبير. الا درتي كاس كبير ضاعفي الكميه ديال هاد المكونات هادو، ديروا جوج معالق جوج معالق من كل مكون. صافي انتوما بهذا الشكل هذا كنخلطوهم مزيان، ومن احسن كيف ما قلت لكم ديروهم بودره يعني يكونوا مطحونين مزيان هكا باش يطلقوا لكم الفوائد ديالهم. صافي دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نحطو هاد الزيت باش غادي نستعملوه. كتديروه هكا على نار تكون مهيله البنات، مهيله ناقصه بزاف، تكون ناقصه بزاف، اولا استعملوه على باماغي يعني ديروه في باماغي تهذيك الطريقه مزيانه، ولكن مده ساعه على باماغي يعني على نار وتكون متوسطه. بالنسبه هكا ديروا نار مهيله وتخليوه تقريبا يعني مهيله بحال الشميعه، وتخليه تقريبا واحد نص ساعه هكا المكونات غيطلقوا لكم كاع الفوائد ديالهم في الزيت كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا من بعد ما غلاو دوك المكونات مزيان وطبخوا طلقوا في الزيت هانتوما، غير رقصوا عليهم باش ما يتحرقوش لكم، حيت الزيت الا زدتوا النار غيشيط لكم يعني غيتحرق، صافي ما غتبقى فيه فائده. الا خفتوا انكم ما غاديش تحضروها بطريقه مزيانه الا درتوها على النار مباشره، ديروا حمام مريم هكا وتكون يعني اسهل طريقه بالنسبه لكم باش ما تخسرش لكم الوصفه. صافي دابا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما وجدت لي الوصفه تديروها هكا يعني بدكشي ديالها، يعني ما كتصفيوهاش كديروها في شي قرعه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. صافي دابا واجده انكم تستعملوها، داكشي راه تيهبط لتحت صافي، غتبقاو تاخذوا غير الزيت، غير داكشي كيبقى يطلق في الزيت. صافي دابا غنقول لكم كيفاش غادي تستعملوا هاد الوصفه لاي منطقه كيف ما قلت لكم، ممكن تستعملوها لليدين، ممكن اللي كتبغي اليدين عامرين ممكن تستعمليها ليديك وتستعمليها لاي منطقه. بالنسبه للطريقه غندوزوا للطريقه دابا كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذوا واحد السلافه وكناخذوا كريم نيفيا كيف ما كتشوفوا معايا. هذا الكريم هذا اللي صراحه معروف يعني كاع البنات عندهم ما كيخطاش شي دار على ما اظن، يعني الكريم هذا راه ما شاء الله يعني عنده واحد الشهره. كتاخذوا شويه من هذا الكريم يعني القياس اللي انت غادي يكفيك، على حسب انت واش بلاصه اش من بلاصه غديري انت غتعرفي القياس. انا غنوريكم هنايا غير الطريقه، غتاخذي شويه بحال هكا وغطيفي عليه هاد الزيت. هانتوما البنات بهاد الطريقه هادي غير الزيت حضروه مزيان هكا باش دوك المكونات يطلقوا فيه. الا درتي كاس صغير ديال الزيت راه ملي غادي تخليه يعني المكونات كيوجدوا على النار راه ما كيبقاش كاس، راه تينقص كيف ما كتعرفوا كيبقى على النص.
الا درتي يعني كاس كبير، ديري المكونات كتري باش هكا يجيك الزيت طالق في دوك المكونات مزيان. كتاخدي شويه وكتخلطيه مع الكريم ديال ليفيا بهذا الشكل هذا. هانتوما البنات شوفوا اللون ديالو كيفاش داير، يعني كتخليوه حتى كيطلقوا فيه مزيان صافي. وكتخلطوا مزيان مع هذا الكريم هذا. بالنسبه للكريم تيساعد على انها كيتخلط مع الزيت، وبالتالي ملي كتديري ليه واحد التدليك راه تيعطي واحد النتيجه مزيانه، يعني كيدخل في المسام وبالتالي تيعطيك واحد النتيجه يعني بسرعه، في اسبوع كتبان لك النتيجه. صافي هانتوما البنات هذه هي الطريقه. صافي غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا يعني كيفاش غادي تستعملوه. مهم اي منطقه كما قلت لكم غادي تستعملوه ليها، غير بالنسبه للصدر يعني ما توركوش البنات، راكم عارفين واحد كديري واحد التدليك خفيف ماشي كاع تحس بتدليك، يعني ما ماشي بحال التدليك اللي غديريه للسيقانك او لهذا، يعني غير شويه كدوزي الايد ديالك على الصدر ديالك مع داك الزيت كدوزي واحد شويه صافي، يعني ما ماشي تدلكي وتعاودي تدلكي، لا كدوزي بحركات خفيفه هكا باش ما حيت التدليك ما خصناش الصدر نديرو ليه تدليك. بالنسبه للمناطق الاخرى غديري واحد التدليك مزيان، ويستحسن يستحسن هاد الوصفه اني الا جيت نقول لكم غديروا دوش كل نهار تقدروا ما يكونش عندكم الوقت يعني ديري دوش يعني قبل النوم، الا كنتي تقدري يعني ديري دوش بالماء دافي هكا كيفتح لك المسام، وكديري هاد الزيت يعني هاد الوصفه كتعطيك نتيجه سريعه يعني في تكبير اي منطقه. ملي ما غاديش تقدر تقدري تاخدي غير الماء سخون في واحد الفوطه وغدوزي على ديك البلاصه، يعني تحطيها عليها واحد 5 دقائق هكا سخونه، ومن بعد غادي تحيديها وتديري هاد الوصفه مباشره. غير هي يعني من غير الصدر اللي هضرت لكم عليه على الطريقه. بالنسبه للمناطق الاخرى كديري واحد التدليك واحد المده ديال 5 دقائق هكا على الاقل باش الوصفه تعطيك نتيجه، وراه اكيد غتعطيكم نتيجه وكلكم غادي تشكروني عليها من بعد ما غادي تجربوها هاد الوصفه، لانني جوني عليها طلبات بزاف في التعليقات قلت غادي نشاركها معاكم. وكيف ما كتعرفوا راه كنجيب لكم الحاجه اللي مجربه البنات، وكيف ما كتثقوا فيا حتى انا كنبغي نعطيكم الوصفات اللي انا مجرباهم، ما نعطيكمش شي حاجه اللي تجربوها والو ما تعطيكمش نتيجه. ما نبغيكمش البنات تعذبوا، ودائما بغيت تكون عندي مصداقيه انني نشارك معاكم الوصفات اللي تجربوها وتنال الرضا ديالكم. هذه هي الوصفة، كتبعيها تتلقاي النتيجة وفي أمان الله.